احنا الفلاج بتاعتنا دي المفروض ما توقفش، احنا لا شغالين بجر ولا شغالين بشنشله ولا شغالين بحاجه، احنا بنشتغل بالغزل ده طول السنه على كده، شتاء وصيف بنشتغل بالغزل ده. فده ما ياثرش في البحر باي شيء، لان هو ما بيضرش السمكه اللي احنا بنجيبها دي، ما بتضرش لا شنشله ولا جر. احنا بنطالب بس ان احنا حتى لما يجي الوقف يمشونا من 6 ل 6. وننفذ بالاسماك؟ اولا احنا واخدين حصه وديه جبريه باسعار جبريه تحت مراقبه التموين من سنه 83 لغايه 91. سنه 91 حكمت المحكمه الدستوريه بالغاء الحصه الجبريه، واصبحت حصه وديه بيننا وبين اصحاب المراكب. فلغايه دلوقتي الناس متعاونه مع شعب السويس بدون حصه على قدنا مقننه، بمعنى ان اربع الاسماك سعره، وبرجع لارتفاع سعر السمك التصدير تنزيل من الطور للفنادق. فمش معقول هديني صوبيا ولا بربوني ولا جمبري، بيديني شخر ومصارعه حاجات لشعب السويس. وشعب السويس يعني المفروض ينعم، ينعم بالمئه الاخرانيه بتاعته دي، وهو حق في السمك ده. الجمعيه بصراحه هي متعاونه معانا لغايه دلوقتي، واتمنى اتمنى من الله يكون موسم جديد وعام جديد وربنا يرزقهم، واتمنى يكونوا صادقين في تنزيل الحصه. اتمنى 4% و2 شنشله، 4% جر و2% شنشله و2% جمبري. اتمنى ينزلوا لنا ايه الحصه اللي تبقى مع رئاسه المحافظ اللي دخل بشكل قوي جدا من اجل شعب السويس بصراحه. يعني لا مش تمويل خاص بالمجاملات بتاعتي، المنافس بتاعتي بقى السمك. المنافس عندي فيصل، مثلث، بابور، الاربعين، السماد، الصباح، جميع انحاء السويس متفرقه. فاتمنى تكون حصه كامله اغطي بها شعب السويس. لجنا بقى لنا حوالي 3 ايام، النهارده اليوم الثالث ليهم، كانوا بيفتشوا على الغزولات الموجوده على مراكب الصيد كلها سواء هنا او في السنغانه، وتم حصرها في حاجات بسيطه يعني، ويعني ما فيهاش مشكله ان شاء الله، لان هم برضو بيستجيبوا، المراكب بتستجيب وبتغير فتحات الغزل مش مظبوطه بالمظبوط، وان شاء الله كله باذن الله هيزرع 78 مركب باذن الله، ان شاء الله يزرعوا النهارده.